تقول يا شيخ أنا جامعية حسنة المظهر متزوجة غير متزوجة عمري 36 سنة. تقول يعني لا أحد يتقدم لي لأجل الزواج، تقول وأنا أريد أني أتزوج، هل يجوز أني أعطي أحدا مالا مهر بحيث أنه يستطيع أن يتزوجني أم لا؟ وقد قرأ علي عدة أشخاص وقالوا قد يكون في سحر. أولا بالنسبة لتأخر الزواج عند الفتاة أو عند الشاب، هذا أمر لا ينبغي أن يعني أن يعطى حجما كبيرا. صحيح أن الشاب يشتاق إلى أن يكون له زوجة وبيت وذرية، وكذلك الفتاة تشتاق إلى ذلك، لكن أيضا ليس السعادة في الحياة مقيدة بوجود زوج أو بوجود زوجة. قد تعيش الفتاة إلى أن يعني يكبر سنها وربما إلى أن تتوفى وهي لم ترزق بأولاد، ومع ذلك لم تتزوج أيضا، ومع ذلك هي تعيش سعيدة وناجحة في الحياة. فليس شرط النجاح في الحياة أن تكون للمرأة زوج. صحيح ربما أن الزواج والبيت والذرية هو يعني باب من أبواب السعادة بلا شك، لكن لا يشترط لأجل أن يسعد المرء لا يشترط أن يوجد عنده هذا. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي أيضا مهمة، أنه لا ينبغي أن يكون كل ما يصيبنا نرجعه مباشرة إلى ما يتعلق بالسحر والعين وهذه الأمور. قد تكون أحيانا أمور طبيعية، وأنا أدعو الأخت حقيقة إلى أن يعني تستمر في قراءة الأذكار الشرعية، إلى أن تقرأ سورة البقرة يوميا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وقال إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلا شك أن قراءة سورة البقرة لها فضلها. أما بالنسبة أن الفتاة تعطي الرجل مالا لأجل أن يتزوجها، فعرض الرجل موليته على من يتزوجها أمر لا بأس به، فإن الرجل الصالح قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فهو عرض ابنته على موسى، وأيضا إن صح التعبير دله على طريقة المهر وهو أن يشتغل عنده موسى سنوات. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصة بعطنا أحمد